استكمالا لمنهج ارضاء كل الاذواق والفئات في مهرجان العالمين، قدمت فرقه النيل للموسيقى والغناء الشعبي عدد من الاغاني الوطنيه اللي كل المصريين متعلقين بيها. الحقيقه ده طبعا بالتزامن مع احتفالات ثوره يونيو. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل اكتر من دكتوره منال ابراهيم، مديره ومخرج منفذ فرقه النيل للموسيقى والغناء الشعبي التابعه للهيئه العامه لقصور الثقافه. يا مساء الفل عليك يا استاذه منال. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور. يعني احكي لنا كده عن ابرز فعاليات فرقه النيل في مهرجان العالمين، هتبقى عامله ازاي؟ احنا المره دي احنا رايحين عشان بنواكب ثوره يوليو، فاحنا طبعا محضرين اغانينا، لان احنا اساسا فرقه النيل دي من اقدم فرق الفنون الشعبيه المصريه اللي بدات مع مصيره ثوره يوليو. يعني احنا بدانا من ايام الثوره، من ايام الراحل جمال عبد الناصر. الفرقه دي اتكونت من ايام طبعا، فكنا بنتغنى بالاغاني بتاعتنا دي في ثوره يوليو. ابرز الاغاني ايه بقى؟ مصر يا غالية، مصر الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاجات دي محفوظة، محفورة في مع الناس، فحافظينها. فأنت حتى لما احنا مثلا بنروح العالمين ده مثلا ايه عالم تاني، ان هم يشوف الشعب هتلاقيهم حافظين اغانينا، بيبقوا منتظريننا وحافظين اغانينا. يعني حضرتك لسه بتقولي دلوقتي انه فرقه النيل من الفرق القديمه جدا جدا، يعني من ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. احنا النهارده لو بتختاروا المواهب الجديده، اكيد المعايير اللي انتوا حاطينها اكيد صعبه جدا. قولوا لي كده، او حضرتك عرفينا بتعملي ايه عشان تختاروا المواهب الجديده. هو الشعبي صعب جدا، غير الغنى العادي. الفنان الشعبي يعني بيبقى صعب في انك انت بتختاريه. فانا عندي محافظه تراث فاطمه سرحان، دي من ايام الراحل زكريا الحجاوي، فهي موجوده. هي بنعمل لجنه طبعا مكونه من فنانين كتير، وبنختار على اساسهم الصوت اللي بيجيد الغناء بتاعنا الشعبي، لانه صعب، مش حاجه سهله. اكيد بتبقى يعني محتاجه، خليني اقول، طبقات مختلفه. يعني احنا لما بنتكلم على الزمن الجميل بالظبط، ايوه، عدويه مثلا، انتوا الريفرنس بتاعكم بيبقى ايه؟ احنا خضرا محمد خضر، فاطمه سرحان، جمالات شيحه، رضا شيحه، الاسماء اللي هي ايام ما كانت زكريا الحجاوي وما كانت الفرقه متكونه. احنا على النمط ده، احنا بقى عندنا بتعرضوا فين؟ الجيل الثالث على فكره. احنا عددنا 85 فرد ما شاء الله. طب بتعرضوا فين؟ عرضتوا قبل كده بره مصر؟ ده احنا لفينا العالم. الله. ده مؤتمرات، ده يعني ولفينا العالم، يعني ما فيش بلد فرقه النيل ما راحتهاش. هل بتبقى بس يعني حفلات للجاليه المصريه في البلاد دي، ولا بتلاقي ناس ثانيه من طبعا ناس ثانيه اجانب وبيتفاعلوا معاهم، لان احنا الفرقه بتاعتنا مش فرقه قاعده، لا، فرقه بتتحرك، فبتوصل للناس، يعني بيوصل للناس. مثلا مش فاهمين احنا بنقول ايه، بس بيوصل لهم من الحركه والتعبير والاتنا الشعبيه الموجوده. يعني مثلا ربابه بوتر صغير كده، ازاي بتطلع الصوت ده، وازاي الناي بيعزف كده، وازاي الارغول بيعزف كده، فهم بيبقوا قاعدين منبهرين. وما فيش نوته مثلا الناس بيستعملوها، يعني الفنانين الشعبيين ما بيستعملوش نوته. اكيد. طيب خليني اتكلم مع حضرتك بقى عن الشباب الصغير. اصغر حد في الفرقه مشترك معاكم عنده كام سنه؟ 16 سنه، لان احنا فرقه. ده احنا الجيل الثالث، يعني مثلا هتلاقيها بتتوارث، يعني الاب يدي ابنه، يدي ابن ابنه كده، عشان كده الفرقه مستمره. انا مبسوطه قوي ان احنا يعني اول حاجه بنشوف ده في مهرجان العالمين، تاني حاجه شباب صغير جدا حافظ تراث بلده، مش بس الاغاني الشعبيه، لا كمان الاغاني الوطنيه. ده مهم جدا جدا ان احنا ننقل للجيل الجديد حبنا لبلدنا، الاغاني الوطنيه مهمه جدا. اكيد. وليه طبعا وزاره الثقافه ليها دور طبعا في الموضوع، انها بتحافظ على الناس دهيا، وبتوفر لهم الاماكن، وبيعملوا برغات ازاي، والماديات بتاعتهم، فاكيد ده لدور وزاره الثقافه. يعني مهم جدا اكيد احياء التراث المصري ده وننقله للاجيال الجديده ونعرضه في مهرجان مهم جدا زي مهرجان العالمين. دكتوره منال ابراهيم، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا ليكي.